اخي، مساء المحبة، مساء الفل والورد والياسمين. عليكم حبايبنا الغاليين والطيبين، وهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة وفلوق جديد، اكيد راح ينال اعجابكم واستحسانكم حبايبنا الغاليين. حبايبنا اليوم راح نروح الى بروكسل العاصمة، شوية نسوي تغيير جو، وبنفس الوقت راح نسوي لكم ايضا جولة في الحي العربي اللي اسمه مولنبيك. هذا الحي هو حي جميل من ناحية الغرباء يعني، لكن الأغلبية اللي بيه هي الجالية العربية، الجالية المغربية. 90% من هذه الجالية هي من الجالية المغربية، وبقية الجاليات تجي تزورها وتتجول في داخل هذا الحي اللي هو اسمه حي مولنبيك، اللي هو يعتبر من الأحياء الخطرة سابقا. ويعني دائما يتركزون بالأخوة المغاربة في هذا، الأخوة المغاربة والجزائريين. على العموم راح ندخل في سوق أيضا في داخل هذا الحي، سوق جميل بتبضع للأشياء، بمحلات عربية، الكل شيء مغربي، كل شيء مغربي وجزائري بصراحة. وأكيد راح نتجول كثير وراح نتمتع كثير. قبل ما نبلش بالفلوق حبايبنا الغالي، أتمنى من عندكم تسوونا لايك وشير، اللي ما مشترك بالقناة أيضا يشترك بقناتنا. وبنفس الوقت حبايبنا أيضا أكو رابط، هذا الرابط بقناتي الثانية. قناتي الثانية هي من داخل بلجيكا، مسلسلات خاصة بالمسلسلات العراقية والعربية. وبنفس الوقت أتمنى أنه تنال إعجابكم واستحسانكم. هلا عصام. هلا، شلونكم؟ شلونكم عيني؟ هذا عصام صديقي وجاري اللي شلت هنا، عايش ببروكسل. شوفوا حبايبي، هاي مترو، هاي بروكسل، كانت حلوة حلوة جميلة، نظام حلو. اليوم ماكو لا ستاند ولا شو اسمه، بعدين اسوي ولا ما اعرف ايش. شوفوا تصوير حلو، جو حلو يخبل. شوفوا حبايبي، هاي بروكسل قريب على الاتحاد الاوروبي. هذا الاتحاد الاوروبي هناك الاتحاد الاوروبي. شوفوا حبايبي، الغاليين، وهذا الشارع كله شارع جامعة الدول العربية عبالة، ساكنين في جامعة الدول العربية. شوفوا حبايبي، شارع جامعة الدول العربية، هذا الشارع كله حبايبي الغاليين، كله هذا جامعة الدول العربية. هذا يسموها المنطقة مولنبيك، هاي منطقة المولنبيك هنا موجودة. شوفوا حبايبي الغاليين، هاي جامعة الدول العربية، فيها مطاعم. شوفوا حبايبي، شوفوا كلها عرب، وهاي شوفوا كلها عرب. شوفوا حبايبي الغالي، مطاعم كلها، شوف زين، كلها عرب. هذا الشارع كله عربي، هاي المنطقة اسمها مولنبيك حبايبي. المطاعم كلها موجودة، كلها عرب. شوف عرب، هذا كله عرب زين حبايبي الغاليين. أكثر شيء الجالية المغربية، المغاربة موجودين هنا زين.
زين حبايبي، شوفوا شوفوا حبايبي الغالي، هاي منطقة عربية. شوفوا هذا الشارع كله عرب. شوفوا حبايبي، حتى سيارات أصحابها عرب. وهذا 90% هذا الشارع، شوفوا حبايبي كله عرب. شوفوا حبايبي شارات النسائية، زين شوفوا شوفوا حبايبي كله عرب. يعني سمعتوا اللغة مالتهم كلها عربية، زين كل شيء عرب، كل شيء عربي هنا، كل شيء عرب حبايبي الغاليين. هسه ان شاء الله حنشوفكم هم بعد قليل، نشوفكم مناطق اخرى يتجول بها العرب دائما. هاي الجولة راح ناخذكم الشارع العربي، وايضا راح جولة حلوة بهذا الشارع. شوفوا حبايبي، هذا حبايبي الغاليين، شوفوا عيني، شوفوا هذا ايضا بنك عربي، بنك الوفا، الوفا بنك، هذا بنك عربي حبايبي، شوفوا بنك وفا، هذا البنك كله بنك عربي، اصوله مغربيه، اصوله مغرب، ماروك كله مغاربه هنا، سوبر ماركت كله حلال، لال حبايبي الغالي، شوفوا اسواق، سوبرات ماركت، ملابس، كل شيء حلو جميل. تحس انه انت قاعد في دولة عربية، حلاق ما حلاق، شوفوا كلهم عرب، شوفوا حبايبي حلاقين، زين مكياج، شوفوا حبايبي كل شيء، كل شيء عربي، كل شيء عربي. هذا ترام حبايبنا، شوفوا ترامات حلوة وتجوال حلو حبايبي، شوفوا حبايبي جولة عربية حلوة حبايبي الغاليين، أكيد استمتعتوا. هاي في مدينة بروكسل العاصمة حبايبنا الغاليين، شوفوا هاي جولة حلوة، المطاعم، شوف كل شيء عربي، كل شيء عرب. يعني أنا أقول لك 10% فقط بلجيك، والباقي 90% كله عرب، واكثر شيء مغاربه وجزائريين. هاي المنطقه دائما اللي سامعين انتم بالاخبار، منطقه اسمها مولمبيك، هذه دائما يصير بها شجار بين المغاربه والبوليس البلجيكي. يعني احنا سامي نسميهم ارهابيين ما ارهابيين، زين يعني شغلات شغب ما شغب، هاي يصير بها هاي المنطقه، زين هاي المنطقه شوفوا حبايبي حلوه جميلة جدا حبايبنا الغاليين. اي نعم زين عيني، وهاي شوفوا هاي المدينة حلوة جميلة حبايبنا، اكيد تفرجتوا شفتوا الشارع العربي حبايبنا، منطقة عربية. هنا دائما نشوف هكذا منطقة جميلة جدا وناس طيبين، زين تحس انه روح العربي والدم العربي هيك، تحس انه فشي نكهه حبايبي. شوفوا حبايبي نكهه، تحس انه اكو نكهه جميله جدا، تحس انه نكهه عربيه موجوده ذات طابع عربي، واكيد الطابع العربي موجود هنا في هذه المنطقه حبايبنا الغاليين. جو حلو جميل، شمس، جو كلش جميل جدا حبايبنا الغاليين. شوفوا وايضا هذه الترامات هنا موجوده، كل شيء موجود حبايبنا الغاليين يا طيبين اصدقائي متابعينا. شوفوا حبايبي هاي البنوتات، هذا النهر حبايبنا،
اخوتي الاصدقاء الاعزاء، نهار زين، نهار هاي الحلوين والحلوات موجودات، حتى الحمام. هذا الحمام شوفوا، هذا الحمام، حتى هذا الحمام حلو جميل، شوفوا يا طيبين، متعة رقة هذا الجمال. نعم شوفوا هاي المنطقة حبايبنا الغاليين، شوفوا عيني، هاي المنطقة العربية، هاي كلها عرب، كلها عرب، منطقة مولمبيك سامعين بها بالأخبار أكيد. زين شوفوا جمال حلو، ناس قاعدة تنتظر الإطعام. زين حبايبي دقوا وياي يا عيني حتى نشوفكم المناطق الأخرى العربية في 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 بروكسل العاصمة. يعني هلا حبايب، شلونكم؟ شلون صحة؟ إن شاء الله بخير، ربي يحفظكم ويسلمكم. شلونكم عيني؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله تمام. حبايب قلبي اليوم ماكو لا سلبي لا هذا لا كل شيء، مشايل شايل بس إيدي. هذا عصام. زين حبايبي لو هسه ترى حليب واحد ان شاء الله. اويلي غير حليب واحد احلى شيء. حبايب قلبي يلا عيني انتظرونا نكملكم الفلوق. زين حبايبي بروكسل يلا حبايب راح ننهي الفلوق.